السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا جماعة. معاك أخوكم محمد سيف في فيديو جديد ودرس جديد. قبل ما نبدأ الدرس ما تنساش تعمل شير للقناة، سبسكرايب لو أنت لسه ما عملتش، لايك كومنت لو أنت محتاج أي استفسار، ونبدأ الفيديو. جالي جهاز ايفون 7 بلس زي ما حضراتكم شايفين اهوت، في مشكلة في عملية الشحن، فنتوكل على الله ونشوف في الموضوع من البداية للنهاية. اول خطوه طبعا انت بتعملها بتغير شارجر بورت وبتشوف هل العمليه ظبطت ولا لا. ما ظبطتش بتجيب التشارجر او التستر اللي هو ده، او عندنا برضو التستر ده، تمام؟ يعني انا عندي اكثر من تسترز زي ما انتم شايفين اهو، تمام كده. بنركب ومفيش اي حاجه زي ما انتم شايفين. لو جيت على تليفوني مثلا خلينا نعمل الجرافيك ديت افضل اهو، زي ما انتم شايفين اهي عملية السحب، تمام. هنغير انا دلوقتي في التليفون اللي معايا عملية السحب، مفيش أي حاجة أهو في التليفون اللي هنا ده أهو، تمام كده، مفيش أي قراية ولا في أي حاجة. ديت أول خطوة، تمام كده يا جماعة. تاني خطوة يا جماعة اللي احنا هنوصل الشاحن، تمام كده، ونشيل الكونكتر بتاع البطارية ونسيب التشارجر بورد في مكانه كأنك بتشحن بالظبط. غيروا الشاشة عشان يبان قدام حضراتكم اهو. مهمة ان انت توصل الشحن عادي خالص وتشيل الكونكتر زي ما قلت لكم بتاع البطارية، والتشارجر بورت راكب زي ما هو، وبتيجي على وضع الفولت اهو زي ما انت شايف كده، تيجي على وضع الفولت وبالبروب الاحمر تقيس على الرجل الموجب في البوردة. هنا هنيجي نقيس كده، شايفين عملية السحب يعني 0.3 يعني ناقن. يعني لو جينا كده على البوينت ديت بتاعت التشارجر بورد وتشوف عملية السحب، شايفين 5 فولت هنا طالع 5 فولت. ولو جينا كده تاني برضو مفيش خالص، مفيش nothing. طبعا غيرنا التشارجر بورد نفس الحكاية، بقسنا على التستر نفس الموضوع، قسنا الموضوع كده بالفولت على الافوميتر هيجيب لك القياس ده لو انت ما عندكش التستر يعني. فالموضوع كده يبقى 90% تريستار. هشيل البوردة من الهاوسنج وارجع لكم تاني. شلنا البوردة من الهاوسنج يا جماعة اهوت، ونتوكل على الله. انتوا شايفين كده اهو، تمام. هنروح نشيل الاستيكرز من هنا بالراحه كده ونحافظ عليه بحيث نرجعه تاني مكانه، وهنا كده بالراحه. وات كان فون لمسين او ذا 375 375. اه يا جماعة وبس كده، حاجة انا نسيت ان انا اعملها اساسا. حط هيك زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. يا جماعة اساسا انا اتغفلت، الجهاز اوريكوا دلوقتي.
هوريكو دلوقتي، لان الزبون جاب لي التليفون وقال لي التليفون شغال بس مش بيشحن. طبعا انا ما جربتش بطارية تانية او عملت اي حاجة. لما انا وصلته في الباور سبلاي قبل ما اعمل اي حاجة، وقلت اهو زي ما انتم شايفين، شايفين عملية السحب وما فيش اي حاجة بتطلع على الشاشة زي ما انتم شايفينها. مفيش اي حاجة والتليفون واقف على 20. زي ما انتم شايفين. يبقى انت مفروض تكمل الشغل بتاعك عن طريق اللي انت برضو تحط بطارية جديدة او توصله على الباور سبلاي عشان تتأكد. انا هروح على وضع الباور كويس بلس. تمام اهو وصلت بارز. انا بقيس بشكل عشوائي كده. ما فيش حاجة بعد طبعا ما قسنا بشكل عشوائي، ما فيش حاجة تقريبا. فهنروح على طول دلوقتي نغير التريستور على طول من غير تفاهم، لأن القراية كمان جايب لي 20 على الباور سبلاي وبيوقف. انا وزي ما انتم شايفين يا جماعة، انا شلت قطعت حتة من الهولدر اللي هنا ده والديت اتكسر. طبعا هنغيرهم ومحمرين كده كده ما تعرفش فيهم ايه. وعندك ده لا، يبقى دولت هما دول، بس هنغيرهم كده كده. انا غلطة مني بس ما يقع على الشا الله الشا اهو يا جماعة بتاع مظبوط ولوز اللوازازان. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل بقى كل حاجة. طبعا قبل ما نشيل نحاول ان احنا نغطي كده النانو فلاش ستيشن اهو. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جاي علينا شوية، مش عايزينه يبقى جاي اهو. نسمي الله ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده ينكسر، تخلي بالك عشان انت لو ما عندكش مثلا قطع غيار ولا حاجة وتغلط غلطة زي ديت. يعني انا طبعا اللي اتسرحت عشان بعمل فيديو تيك تريك فعايز انجز، فده اللي حصل يعني. ونسيبه يبرد بس كده ايه شويه، ونبقى حاطين الاي سي تاني على جنب كده لعل وعسى ممكن ايه نشبلونه نحطوه او نستخدموه تاني لو المشكله مش في التريستار. لا ونخلوا بالنا من البتاع ده عشان شايفين الكوبري بتاع طلع بالتراك يا ابن البارد. ناقصين مرضيه. لا يا عم ناقصين مرضيه يا عم ناقصين مرضية.
هاتوا يا عم كده عشان هو كمان مكسور من الجنب. قال خلص يا عم. هنسيبهم دولت لان كده كده عايزين لهم ايه. حط شوية بلاكس بس شال ده طبعا ما تقلقش. تمام يا جماعة ننظف عشان لو في اهم حاجة عملية التنظيف ديت بحيث ايه ما
مفيش حاجة. وانت بتحط الاي سي تيجي داخلة تحت الاي سي يبقى انت ايه حطيته على الفاضي. يعني انت تنضف عشان تتأكد 1000000% ان التراك بادز كلهم ايه نضاف. نجيب واحد ايه تري يا عم والله. يا 7 بلس انا قاعد ادور عليه مش عارف ايه. جبت اي سي جديد اهو يا جماعه غير ما نشابلن ولا نعمل هيكون افضل طبعا. طبعا قبل الاي سي نجيبوا الكريستالتين دولت اللي طلعوا هيكون افضل بحيث ما ركبش الاي سي وبعدين اجي اركب الكريستالات والاي سي يحصل عملية تسخين عليه تاني. فالافضل ان انا اركبهم الاول. وصلت يا جماعة؟ ماشي. ده فيرجن هو مش عارف دولت النقطة دي والنقطة دي. ماشي يا عم ركبوهم كده. حطيت شويه تصدير معجون اهوت يا جماعه بحيث ان انا اشابلن. انا الغرض ده كان ان انا اعمل عمليه شابلنه للاي سي للكريستال اللي هتنزل دي. مشكله خلاص يا عم. انت ايه تمام باي. تحس ان هي كبيرة شوية ديت. ايوه نضف تمام. هي دي اللي احنا عايزينها نقطة يا صغيرة عشان ملزقوش في بعض. بس كده مش هلزقوا في بعض لان هي نقطة صغيرة. هنا ده من غير الميكروسكوب يا جماعة أقسم بالله ما تعرف تشتغل. أنا مش شايف أساسا أي حاجة. أهم حاجة يكون عندك ميكروسكوب.
ركبوا يا جماعة خلاص، وده الغرض من الموضوع ان هم يركبوا الاول بحيث ما نأثرش على ريستار لما يجي يركب. اهو اهو رحيم. ايوه المفروض ينزل لوحده. ايوه اهو زي ما شفتوه كده انا راكب كده خلاص، تروح تهز الهزه المتينه. بس كده يعني انت بتسخن لغايه لما تلاقيه زت نزل لوحده، زت نزل لوحده، زت اعمل زت ونسيبه يبرد زي ما انتوا عايزين، 3 4 سنين، 3 4 ايام، 3 4 ساعات. سخن جدا شلته بغشوميه كده. زي ما انتوا شايفين اهو على الباور سبلاي انا هوصل بقى ايه نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه مفيش شورت، قربناش حاجه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. شوفوا الشاشة بقى بتاعتنا الحلوة الجميلة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تمام الشاشة كمان اهي يا جماعة شغالة زي ما انتوا شايفين. ده اللي احنا اشتغلنا فيه اهو يا جماعة. اهو شوفوا البورد اهي والاي سي تريستار اهوت والحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها. نجيبوه بقى تاني كده نشوفه يفتح ولا هيقف على ابل لوجو. الاول ما كانش بيفتح خالص يعني ما بيجيبش بيانات على الشاشه. انا طبعا انا قلت الاول كانت المشكله في التريستار وعمليه الشحن، بس انا اتغفلت علشان انا ما جربتش بطاريه تانيه. الجهاز ما كانش بيفتح وبيقف على 200 على 20. تمام شغال باسورد اهو يا جماعه. فين اهو الكاميرا؟ بس الاضاءه ضربه جامد. ضربه في الكاميرا جامد اهو. تمام في الكاميرا اللي تحت زي ما انتم شايفين. والجهاز شغال لوز اللوز لازاويز اللوزاويز. وبكده هيشحن كمان وهيبقى تمام وخلاص. وبكده الموضوع انتهى. وخدنا فكره بالعموم الجهاز هيجيلك فاصل باور خلاص مش بيشتغل ولا بيجيب بيانات على الشاشه بس بيقف على ال 20 او ال 200 بيبقى ما يتراوح 200 250 وممكن اكتر بحاجات بسيطه او 20 25 على حسب نوع الباور سبلاي اللي عندك. يعني بنسبه كبيره مثلا 80% المشكله بتبقى التريستار. فاول حاجه انت بتعملها بتغير التريستار، وعلشان تعمل تشخيص صحيح للمشكله دي بتحاول انت تكون عندك تيستر وبتشوف التليفون بيشحن ولا لا، تقيس بالافوميتر الفولت طالع على الرجل الموجب ولا لا، وبناء على الكلام ده كله انت بتاخد خطوه
او خطوات انت هتعرف انت تشتغل فين. اول خطوه بتاخدها ان انت بتروح تدايرك على طول على تريستار، بتشيله وبتحط واحد جديد وخلاص وتجرب. والخطوه اللي بعديها يعني لها خطوات كده، بس ديت بنسبه 80% بيبقى التريستار. يبقى كده احنا شفنا درس عملي من البدايه للنهايه، وحاجه سيمبل بسيطه. يعني اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وفيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسلام.